كابتن اشرف قاسم نجمنا الكبير والمشرف على الكره بنادي الزمالك. تحياتي ليك كابتن اشرف. كابتن محمد اخبار حضرتك يا كابتن؟ ربنا يخليك ومبروك امبارح يا كابتن. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك حبيبي. ربنا يخليك. انا اسف بس انا مش قدامك. كابتن ابراهيم سعيد. يا كابتن كابتن ابراهيم حبيبي. كابتن اشرف حبيبي يا كابتن. مبروك ايه؟ الحمد لله حبيبي كله تمام. سلام لابو كابتن. في الحقيقه كابتن يعني دايما جمهور الزمالك حابب ان يطمن على الفريق ومفيش احسن من وجود حضرتك معانا ان يطمن على الزمالك كابتن او الفريق. والله الطمانينه تيجي من مباراه امبارح يعني. هي كبدايه طبعا الحمد لله بدايه كويسه. انا بتكلم كبدايه فوز وحصول على 3 نقاط، مش عاوز اتكلم عن النواحي الفنيه. لا تمام يا كابتن. في مباريات معينه او البدايات بالذات ممكن ما تشوفش الجانب الفني زي ما انت متوقع او زي ما انت حابب. تمام. بس حصولك على 3 نقاط في بدايه الموسم مهم جدا. واكيد طبعا الكابتن ابراهيم هيتكلم في الامور الفنيه دي برضو مع حضرتك. الموسم اللي فات لو الناس تفتكر احنا بدايه نادي الزمالك في بدايه الدوري ما كانتش كويس، ودي فرقت معانا كتير جدا في حظ النقاط حتى في الدور الاول قبل موضوع كورونا. صحيح. وفرقت معانا كتير يعني. يعني الفرق كان كبير وده احنا خسرناه في الدور، لكن بدايتنا وخصوصا ان انت بتلعب قدام فريق قوي زي فريق المقاولون العرب برضو حاجه كويسه جدا. المباريات الاربع او 5 مباريات اللي جايين مباريات قويه جدا كلها، يمكن مباراه بيراميدز كابتن الماتش الجاي وبعد كده سموحه وبعد كده الاهلي. انت عندك سموحه يبقى مؤجل عشان انت تلعب المباراه عشان بطوله افريقيا. صحيح كابتن. جزال الاتشاك دي. وبعدين كابتن الماتش هتلعب ماتش واحد يا كابتن ولا ماتشين؟ يعني ايه واحد يعني مش فاهمها بس. لان الاتحاد الافريقي يعني قال ان عنده حلين للجزئيه دي، لان الفريق جاز اللي عنده مشكله في الجزء المادي يعني للسفر وكده. هل هتلعب الماتش ماتشين هنا في القاهره؟ هل جالكم جواب رسمي؟ هو لازم ماتشين. هو دلوقتي المباراه لازم تتلعب مباراتين، في مباراه هتتحسب ان هي المباراه الاولى بتاعه الفريق التشادي والمباراه الثانيه تبقى بتاع فريق نادي الزمالك. تمام. هو الاتحاد الافريقي يا كابتن بس عشان انا بوضح لك الكلام اللي حصل في الاجتماع. لا هي مباراتين. هي مباراتين. اوكي. مباراتين. تمام. مباراتين ولسه بنحدد دلوقتي الملعب والامور دي كلها يعني. لسه برضو لغايه دلوقتي ممكن بكره او بعده يعني هقول لحضرتك ايه اللي هيحصل فيها بالظبط والملعب اللي هيتلعب عليه المباراه والساعه كام. تمام. بس عشان يبقى فيها تاكيد من الاتحاد، لان كل الامور دي لازم اخد فيها موافقه الاتحاد الافريقي على اداء المباراه، ولازم اعلنه بالملعب اللي هتلعب المباراه واليوم والتوقيت. تمام يا كابتن. فعشان بس ابقى اكون دقيق معاك جدا في طيب المباراة. يعني احنا بنتكلم في عدد مباريات، انا بس تطرقت للجزئيه دي لان كان عندي خبر خاص بالمباراه دي يا كابتن. الاتحاد الافريقي بيفكر في جزئيه ان اللعبه تبقى او المباراه دي او التاهل للدور القادم بالنسبه للفرقتين الزمالك وجزل الشادي من مباراه واحده، او اللعب المباراتين في القاهره في مصر يعني يبقى. لا هي مباراه. طب هو لو لعبنا مباراه، انا همشي معاك في الكلام اللي لو لعبنا مباراه هتحسب المباراه دي للفريق يعني في ملعب الفريق التشادي ولا في ملعب الفريق المصري؟ هتبقى مباراه يعني تعتبر فاصله يعني. انت بتكسب بتطلع على طول يعني. ما هي فاصله لو نهائي، لكن هي ده في دور ده دور الاثنين. ده تفكير موجود يعني من خلال الاخبار. لا خلينا نبعد بس على القصه دي. اوكي ماشي. طيب ماشي كده. لا انا بس بسال حضرتك هل في جواب رسمي جه؟ فانت قلت لي لا. لا لا ما فيش الكلام ده خالص. ما فيش حاجه خالص. طيب هو الاتفاق دلوقتي على لعب المباراتين في مصر. في مصر. طيب جميل. طب كده الكلام دلوقتي نلعب المباراه الاولى، الفريق الشادي عايز يلعب المباراه الاولى في القاهره. أوكي. واحنا كنا بنقول هنلعب المباراتين في اسكندريه في برج العرب. تمام يا كابتن. تمام. بس هو ده الاختلاف يعني. مفيش اي كلام عن تاجيل مباراه الاهلي والزمالك كابتن؟ يعني دايما بنشوفها في الدور النهائي في الدور الاول او المباراه النهائيه في الدور الاول. مفيش اي لا كلام. هو متحدد الجدول والقرعه في وقت انطلاق قبل انطلاق الدوري يعني. تمام. لا دي معروفه والامور. عشان كده احنا كمان فضلنا عشان الناس بس ما تفهمش ان موضوع ان احنا عايزين نلعب المباراتين، الفريق التشادي عنده مشاكل ماديه، ف يعني هم طبعا فضلوا ان هم ممكن يجوا يلعبوا هنا واحنا نستضيفهم، لان احنا لو سافرنا كانت تكلفه السفر هتبقى اكتر بكتير بضعف التكلفه اللي لو احنا جبناهم هنا عليهم. صحيح. بس عشان تبقى الناس فاهمه يعني. صحيح. الحاجه الثانيه احنا هيفرق معانا كتير جدا ان احنا لو لعبنا المباراتين هنا، لان احنا هنلعب عندنا مباراه مع النادي الاهلي يوم 28. فاحنا هنلعب مباراه يوم 23 يعني بنسبه كبيره هتبقى 23. فالمفروض لو احنا كنا سافرنا كنا هنرجع 24، فكان هيبقى برضو في ارهاق للاعبين قبل السفر، وبعدين تخوف من موضوع الكورونا برضو. فيعني الامور كلها ممكن تكون طبعا اكيد في صالحنا يعني، هو الحفاظ على اللاعبين دي اكتر حاجه ممكن تفيدنا يعني.